المقترح المصري منذ يعني المرة الماضية وهي حاولت مصر أن تضع بعض النقاط على الحروف في هذا الملف تحديدا يعني تكسير كافة العراقيل بين حماس والمطالب التي طلبتها حماس وأيضا بين الجانب الإسرائيلي. إسرائيل كانت اقترحت بأن يتم الإفراج عن 40 محتجزا، حماس ارتأت أن هذا العدد هو أكبر من العدد الذي يمكن أن يتم الإفراج عنه بين النساء والأطفال وكبار السن، وبالتالي يعني حماس ارتأت أن يكون العدد أقل من ذلك. ربما هناك أيضا تلميحات من قبل الجانب الإسرائيلي بأنها يعني قد تقبل بأن تقلل العدد خلال الهدنة المرتقبة ليصل إلى 20 محتجزا. هذا العدد أيضا كانت مصر حاولت أن يعني تقرب وجهات النظر بين الجانب الإسرائيلي والجانب الآخر من حماس وأيضا المسؤولين عن حماس. أيضا هناك العديد من النقاط الأخرى المتعلقة بإدخال المساعدات. مصر كانت قدمت مقترحات خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد المساعدات والإغاثات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وهذا بالفعل ما حدث. ربما قامت مصر بإسقاطات جوية متتالية خلال الفترة الماضية، ولكن أيضا حاولت أن تزيد من حجم المساعدات التي تدخل إلى جنوب غزة من معبر رفح البري، وهي تطالب أيضا في الهدنة المقبلة أن يكون هناك شرط يتعلق بهذا الأمر لزيادة المساعدات للجانب الآخر. أيضا من بين النقاط التي تحاول مصر أن تصل إليها هي وقف كلي لإطلاق النار، ربما هو المطلب الرئيسي لحماس، ولكن هذا المطلب تحاول أن تعول عليه مصر في الهدنة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة أيضا إلى السماح بدخول أو إعادة عدد من النازحين إلى الشمال. هذه النقطة من بين النقاط التي تحاول مصر أن تقرب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل فيها. حماس لديها شروط تتعلق بلا يزيد عن 60,000 نازح يصلوا إلى الشمال، في حين أن حماس تطالب بأعداد أكبر من ذلك بكثير، وهو الأمر الذي تحاول أن تعمل عليه مصر بين الجانبين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة، كريم الشيخ مراسل الغد.